بسم الله الرحمن الرحيم. مثال 9 ضمن الأمثلة المتعلقة بتحديد stability والnikes plot والgain margin. في السؤال هنا متعلق عندي بالgain margin. For the open loop transfer function of a feedback control system given by, معطينا سؤال 1 على S زائد 1 أس 3. The gain margin of the system is, السؤال هو بصيغة multi choice. عندي خيارات متعددة، فبالتالي أحتاج أنه أولاً يكون فاهم الأساسيات المتعلقة بمنطوق السؤال اللي هو هنا عندي الجين مارجن. The open loop transfer function of feedback control system is، مطيني هذه open loop transfer function هي 1 على زائد 1 تكعيب. إذن مقدار الجين مارجن لهذا السيستم هل هو 16 8 4 أو 2؟ أول خطوة خلي أفتهم بها هنا أو خليها في بالي، ما هو تعريفنا للجين مارجن؟ الجين مارجن حسبه بدلالة الماجنتيود الموجود عن قيمة الفيز كروس اوفر فريكوانسي. يعني اقول انه مقدار قيمة الجين مارجن هو يساوي 1 على الماجنتيود محسوب عند قيمة الفيز كروس اوفر فريكوانسي. طيب خلينا نرجع للمعادلة مالتي. هذه المعادلة نقول انه G of J Omega هي عبارة عن 1 على 1 زائد J Omega لكل تكعيب. اوكي، احتاج ان احسب مقدار قيمة الماجنتيود، فبالتالي الماجنتيود للG of J Omega هو يساوي 1 على تحت الجذر 1 زائد أوميجا تربيع، زين، باعتبارها شكل، والكل تكعيب. او اقدر اكتبها بصيغة ثانية، نقول انه هي تساوي 1 على 1 زائد أوميجا تربيع الكل أس 3 على 2. أوكي، زين، هذا منه الماجنتود. الفيز، إذا أردت أوجد مقدار قيمة الفيز للمعادلة مع تجي أوف جي أوميجا راح تكون مساوية إلى أدي باص 0 باعتبار زاوية الصفر، فناقص تان انفيرس، هنا عندي تكعيب، إذن عندي ناقص 3 تان انفيرس ريال على إماجينري أوميجا. اوكي، اذا صار عندي مقدار قيمه الماجنتيود، صار عندي مقدار قيمه الفيز. زين، عندي ملاحظه مهمه اللي لازم اخليها في بالنا، انه مقدار قيمه الفيز كروس اوفر فريكوانسي هو يحدث دائما بالتقاطع مع الريال اكسس للناقص 180. يعني عندي اقول بما انه الفيز كروس اوفر فريكوانسي هو تحدث عند الناقص 180، زين، عندما يكون عند الفيز مالتي يساوي لي 180، راح اعوضها بالمعادله مالتي اللي هنا، يعني راح يكون عندي ناقص 180 درجه تساوي ناقص 3 تان انفرس هذا الاوميجا، سير هي اوميجا فيز كروس اوفر فريكوانسي. طيب من هذه المعادله راح يكون عندي هذه، هنا يصير عندي 60 يساوي تان انفيرس اوميجا فيز كروس اوفر فريكوانسي. اذا انا ابحث عن الزاويه تخلي لي مقدار قيمه التان يساوي 60، من هذه المعادله راح استخرج انه مقدار قيمه الاوميجا فيز كروس اوفر فريكوانسي راح يكون هو عباره عن جذر 2 ريديان بير سكند. هسه هذه الخطوه رقم 1 باعتبار انه انا حددت مقدار قيمه الأوميجا فيز كروس أوفر فريكوانسي. هذه الخطوة رقم 1 عندي. طيب الخطوة رقم 2 إنه أنا أوجد مقدار قيمة الماجنتيود عند هذا التردد، فوين أعوض المعادلة مالتي؟ راح أعوض عن مقدار قيمة هذا التردد عن قيمة هذه الأوميجا بمعادلة الماجنتيود، فأقول إذا مقدار قيمة الماجنتيود محسوب عند الفيز أوفر كروس فيز كروس أوفر فريكوانسي راح يكون مساوي إلى، أعوض على المعادلة 1 على هذه، هنا عندي 1 زائد قيمة الأوميجا هي جذر 2 تربيع، باعتبار عندي جذر 2 أوكي وتربيع، هذه العفو جذر 3 هذه، لأن أبحث عن الزاوية اللي هي تكون تعطيني التان 60 هي جذر 3، فواحد زائد هنا عندي تربيع يروح جذر 3 أس 3 على 2 أوكي، راح يكون مساوي إلى 1 هذه على 4 أس 3 على 2 أوكي، والنتيجة باعتبار راح يكون عندي هو عبارة عن 1 على جذر 4 2 وتكعيب، إذن 1 على 8
اذا صار عندي مقدار قيمه الماجنيتيود محسوب عند قيمه الفيز كروس اوفر فريكوانسي هو 1/8. زين انا عندي الجين مارجن، اقول اذا مقدار قيمه الجين مارجن يساوي مقلوب هذه 1/ قيمه الماجنيتيود للفيز كروس اوفر فريكوانسي ويساوي لي 8. اذا الخيار الصحيح مالتنا راح يكون هو الخيار بي. فبالتالي صار عندي انه اليه حساب مقدار قيمه الفيز اوفر كروس فيز كروس اوفر فريكوانسي قائم على هذه القاعده، ومقدار قيمه الجين مارجن بدلالتها هو المقلوب مالت الماجنيتيود عند هذا التردد. طيب خلي اخذ مثال بعد. السؤال الثاني، خلينا ناخذ هسه سؤالنا متعلق بالجين مارجن والفيز مارجن، لكن هالمره بفكره مختلفه. خلي اصور السؤال بالشكل التالي، انه the frequency response of linear system g of j omega is provided in table form below. مطين جدول هنا، مطين من g of j omega، مطين مقدار قيمه الفيز مالته. اوكي السؤال، the gain margin and the phase margin of the system، لهذا السيستم الموصوف بهذا التيبل، هل هو 6 دي بي ب 30 درجه ناقص 6 دي بي ب 30 درجه، او هو 6 دي بي بناقص 30 او ناقص 6 دي بي بناقص 30؟ طيب حتى ابدي هنا بالحل لازم افتهم مفاتيح الحل. مفاتيح الحل هي متعلقه بالجين مارجن ومتعلقه بالفيز مارجن. طيب هسه اول خطوه انه انا خلي اوجد تعريفنا للجين مارجن. تعريف الجين مارجن هو يساوي مقلوب الماجنتيود عند الفيز كروس اوفر فريكوانسي. زين والفيز مارجن هو يساوي 180 زائد الفيز عند الجين كروس اوفر فريكوانسي. اوكي طيب هذني يعتبرن هي مفاتيح الحل بالنسبه لي. حتى ابدي احل لازم انه اشيك اولا انه مقدار قيمه الجين مارجن ياخذ مقلوب الماجنيتيود عند الفيز كروس اوفر فريكوانسي، والفيز كروس اوفر فريكوانسي مثل ما ناقشنا بالمثال السابق قلنا يحدث عند الفيز عندما يكون مقدار قيمه الفيز عندي ناقص 180. فاجي اشيك وين الفيز يكون عندي ناقص 180، هذا ناقص 180، هذه هي تمثل مقدار قيمه الماجنيتيود عند هذا الفيز. اذا راح يكون عندي هذا هو الخيار مالتي هسه مبدئيا يمثل مقدار قيمه الفيز كروس اوفر فريكوانسي، وهذا المقدار هو يمثل مقدار قيمه الماجنيتيود. اذا هسه ابدي بالحساب بهذا الشكل، نقول اذا مقدار قيمه الجين مارجن يساوي 1/0.5 والنتيجه هي 2. طيب الخيارات اللي معطيني اياها معطيني اياها كلها بالدي بي، فبالتالي مقدار قيمه الجين مارجن لازم احوله للدي بي. وحتى احوله بالدي بي احتاج انه شنو لازم احتاج انه استخدم القاعده انه مقدار يساوي هذا يساوي 20 لوج ل 2. الخطأ وين يصير عند الطالب؟ انه يستخدم 10 بدل ما يستخدم 20 باعتبار انه القاعده هي 20 لوج ل 2، وبالتالي بعد ما استخدم هذا المقدار راح يكون النتيجه 20 في لوج ل 2 هذه 0.3 في 20 حتى الدي 6. اذا هذه هسه 6 دي بي. اذا هسه الخيار الاول هو ايجاد مقدار قيمه الجين مارجن ظهر عندي 6 دي بي، فبالتالي اما الاختيار الصحيح مالتي هو اي، او اما الخيار الصحيح مالتي بي باعتبار هو 6 دي بي اثنيناتهم. زين انتقل اشيك على مقدار قيمه الزاويه. الزاويه عندي قانون الفيز مارجن هو يساوي 180 عند مقدار قيمه الفيز عند الجين مارجن. تعريفنا للجين مارجن هو الجين اللي يكون او يحدث عندما يكون مقدار او خلينا نقول الفيز مالتي الفيز عند الجين مارجن اي العفو عند الجين كروس اوفر فريكوانسي هو الفيز الذي يحدث عندما يكون مقدار قيمه الجين يساوي لواحد. فاشيك وين الجين عندي واحد، هذا الجين يساوي واحد، اذا هذه تمثل مقدار قيمه الزاويه مالتي. فاقول اذا مقدار الفيز مارجن يساوي 180 زائد الفيز عند الجين اللي هو واحد ناقص 150، فالنتيجه راح تكون عندي زائد 30 درجه. اذا صار هسه عندي واضح مقدار قيمه الجين مارجن مقدار قيمه الفيز مارجن 6 دي بي ب 30. اذا الخيار الصحيح من هو 6 دي بي ب 30، فبالتالي الخيار الصحيح هو عباره عن اي. اذا صار واضح عندي هنا آلية الحساب تعتمد على قانونين. القانون الأول هو أن مقدار قيمة الجين مارجن هو مقلوب مقدار قيمة الماجنيتيود محسوب عند الفيز كروس أوفر فريكوانسي، وعندي مقدار قيمة الفيز مارجن هو يساوي لي مقدار 180 عند الفيز باللحظة اللي يكون عندي بمقدار قيمة الجين يساوي لي 1. هذين التعريفين هم الأساس في الحل السؤال. فبالتالي بعد ما أنه طبق القواعد
اشيك هذول النقطتين راح انه يكون قادر على حل السؤال. فبالتالي الامور هنا صارت عندي واضحه بافكار مختلفه. هذه مجموعه من الامثله المتعلقه بالجين مارجن والفيز مارجن.